اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام 050-516-3525. اليوم هكلمكم عن السياره اللي انتم طلبتوا ان انتم تشوفوها وتعرفوا عنها كل المعلومات. هي الايكوينوكس 2 لتر ال 2000 سي سي البريمير. طبعا الموديل اللي قدامنا هي 2020. الشكل ده نزل بدايه من 2018. السياره هي الاكثر ديورابيلتي والاكثر عمليه، واخده جوائز كتير جدا في امريكا وعندنا نزلت في الخليج، وكانت الاكثر سياره مبيعا عندنا لحد ما نزل عندنا سيارات تانية كمان فئات مختلفة. زي ما انتم شايفين طبعا الشبك الامامي بيكون كله كروم زي ما احنا شايفين. الاضاءة كلها LED مع حاجة اسمها اوتو انتلي بيم، يعني بتعمل تعتيم لو شافت سيارة قدامها اوتوماتيك. الحساسات الامامية بتكون موجودة فيها، الكشافات الضبابية. السيارة اللي عندنا رنجاتها بتكون 19 زي ما احنا شايفين. التايرز بيكون هانكوك، وعايزين نشوف قياس التايرز. بتكون 235 على 50 على 19 زي ما انتم شايفين. طبعا يهمنا جدا مواصفات الامان وعوامل الامان العاليه جدا. فيها حاجه اسمها ادفانسد سيفتي باكج اللي هي المطوره جدا، بيكون فيها رادارين اماميين، واحد للمشاه واحد للسيارات. وفي عندنا طبعا المحافظه على المسار، مش فقط تنبيه، لا ده بيحافظ على المسار. وعندنا النقاط العمياء اللي على المرايات مطوره كمان، ما بتستناش تنبهك لما يكون في سياره جنبك، هي بتنبهك قبل ما توصل جنبك شويه. طبعا بيكون عندنا المقابض كروم وفيها دخول ذكي على الابواب مع التشغيل عن بعد. الشدادات الكروم اللي على السقف، الاطار الكروم اللي على الشبابيك. هنشوف من ورا كمان الاضاءه بتاعتها بتكون LED كامله، وفيها اكزوزين من ورا دول اكزوست، وفيها الخط الكروم الموجود على الدعميه او البامبر الخلفي. ايكوينوكس ده معناه الاعتدال ما بين كل شيء، ما بين ليل ونهار، صيف وشتاء، سعر عالي وسعر متوسط او سعر قليل. طبعا بتكون اول ويل درايف زي ما احنا شايفين. هنشوفها من الداخل وهنقول لكم كمان على مواصفات الانجن. الانجن بتاعنا هو 2 لتر، وزي ما احنا شايفين من الداخل اللون بتاعنا اسمه كارميل. الديزاين ما شاء الله رائع، مع شاشه 8 انش مع الابل بلاي والاندرويد اوتو، زائد البيلت ان نافيجيشن من جوجل ماب. الديزاين كمان على الستيرنج، فيها الستيتشنج على الستيرنج، تحكم كامل على الستيرنج، فيها شاحن لسلكي للتليفون، وعندنا المكيف اوتوماتيك، وفي عندنا طبعا الهاند بريك بيكون الكترونيك كمان. تقدر تتحكم في الاول ويل درايف او تشغله او تفصله حسب الاستخدام. عندنا كمان الاضاءه الذاتيه، ومهمه جدا موضوع البانوراميك سان روف. كمان السياره فيها حاجه مهمه جدا بتساعد على الصف، فيها سيمي اوتو بارك، تقدر تساعد في الصف سواء بالطول او بالعرض بدون تدخل كتير من السائق. هي بس بتعلمك او تعرفك انت المفروض تصف ازاي، وهي بتتاقلم مع الباركنج اللي انت اخترت سواء يمين او يسار بالطول او بالعرض زي ما احنا قلنا. الانجن عندنا بيكون 9 سرعات اوتوماتيك، وده حاجه مهمه جدا في استهلاك البترول. 2 لتر و252 حصان، 252 حصان في سياره بالحجم ده، ده ماكينه بتكون ادائها عالي جدا. طبعا استهلاك البترول بيكون ممتاز، لان هي اللتر الواحد بيمشينا تقريبا 14 كيلو. ده ميكس طبعا ما بين المدينه والخط. اهم حاجه في السياره طبعا راحه الركاب. كمان عندنا الاير باجز لكل الركاب، التبريد والتسخين في الكراسي، الساوند سيستم بوز، زي ما احنا قلنا البيلت ان نافيجيشن على الشاشه التاتش، بانوراميك سان روف. الدبه بتاعتنا وهنشوفها حالا هي من اكبر المساحات الخلفيه في فئتها في السيارات اللي من نفس الفئه. هنرجع نشوف الدبه بتاعتنا، يلا بينا. زي ما احنا شايفين الدبه بتاعتنا هي من اكبر مساحات فعلا في الفئه، والكراسي كمان نقدر ننزلها لو حبينا. ده بلمسه واحده بس السيت الخلفي بينزل، بيدينا مساحه اكبر بكتير من اللي احنا كمان محتاجينه لو حابين تنقلوا وحابين يبقى عندكم راكب مع الاغراض اللي حابين تنقلوها. احنا عندنا هنا دبتين، واحده طبعا هي الاساسيه، وفي فراغ كمان تحت لو حابين تنقلوا فيه اي شيء او تخزنوا فيه اي شيء، ده بيساعد كتير. الدبه بتاعتنا كمان بتطلع وتنزل اوتوماتيك، ممكن بالريموت، ممكن من داخل السياره، ممكن فقط بالرجل لو تقدر تمشي رجلك من تحت الاكزوست الخلفي بتفتح لك الدبه عشان تسهل لك طبعا دخول وخروج من السياره. وده ملخص كان سريع طبعا عن السياره اللي انتوا طلبتوا تشوفوها، ويا ريت تشاركونا بالتعليقات اللي انتوا حابين تعرفوا عنها اي استفسارات. وطبعا بعد ما تشتركوا في القناه بتاعتنا وتفعلوا الجرس. مره ثانيه معاكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين. اهلا بكم وفي انتظاركم، مع السلامه.